ايوه انا اللي كنت بحط في ازازه المياه اللي بديها لمحمد مراد كل يوم كميه مسكن مركزه، والمسكن ده معروف انه لو اتاخد منه كميه كبيره كذا يوم ورا بعض ممكن يؤدي لعوارض ازمه قلبيه. ميتك كل يوم يا كارلو تقيله اشيلها لك؟ يعني مش للدرجه دي. كل يوم جري يعني ميه. يلا بينا. حاضر يا ست. يلا اهو اهو. كنت عايزاه يقع واحنا بنجري عشان انا اللي انقله المستشفى يفضل مديون لي بحياته، بس ما كنتش اعرف انه اصلا بيعاني من مشاكل في قلبه وان الكميه الزياده اللي اديتها له على مدار الاسبوع اللي فات كان ممكن تموته، وانا ما كنتش عايزه كده ابدا. أنا نيمت مالك؟ مالك يا راجل يا عجوز؟ هي دي يا كارما يا راجل يا عجوز. الزمن اللي عدى، أنا امبارح كنت شباب شباب جدا، عملت بيت وأولاد، بس قضيت عمري كله بجري من اجتماع لاجتماع من بلد لبلد، حتى لما كبرت فضلت أجري لحد ما وقعت وشفت الموت بعناية. بعد الشر عليك ما تقولش كده، دي أزمة قلبية بسيطة وعدت، الدكتور ما قالش حاجة مهمة يعني. وأنا في المستشفى كان عندي شوية وقت أفكر، أنت اللي كنت معايا لحظة ما وقعت. بالصدفة بالصدفة أنا اللي كنت معاك، وأي حد مكاني كان ممكن يعمل كده. وبعدين شريف وسارة لما عرفوا بالخبر جريوا عليك على طول، اعتبرني زي بنتك ولا إيه؟ ما تحاوليش تجملي الصورة. صافي والأولاد جم بعد ما خلصوا اجتماعاتهم أول ما شافوا تليفوناتهم، وحتى أول ما رجعت البيت زي ما أنت شايف أهو مفيش حد جنبي، كل واحد جري على مصالحه. أنت الوحيدة اللي معايا هنا دلوقتي. ياه، الدرجة دي أنت زعلان منهم؟ بالعكس، أنا زعلان من نفسي. أنا دلوقتي بدفع تمن كل اللي فات. خلاص يا سيدي، اعتبرني انا ديون واحده من العيله. ممكن اطلب منك حاجه؟ انت تؤمر. ممكن تقولي لي يا بابا؟ هينفع. ليه مش هينفع؟
معالي الوزير، اسمح لي أتوجه بالشكر لمعاليك على الاستجابة لجهود الوساطة بين الحكومة ورجل أعمال عمر هداية. دكتورة صفي لز، احنا ما نقدرش ننكر مجهود حضرتك خالص. على فكرة حضرتك حققتي مجهود كبير خلال الفترة اللي فاتت، قدرت تحققي حاجات فشل فيها حتى ناس موجودين سواء في الوزارة أو في الهيئة أو حتى عندي هنا، وفضلك وجود عمر بيه معانا النهاردة. معالي الوزير دكتورة صفي ناس، أحب أشكركم. برضو أحب أقول أن قطعت شوط كبير قوي في سحب استثماراتي من السوق المصري، بس بعد تدخل ووعد الدكتورة لقيت إن عيب قوي أسيب بلدي في ظروف دي. أنا مكمل يا معالي الوزير، بس يا ريت ما ننزعلش من بعض تاني. مش هيكون في زعل إن شاء الله معالي الوزير. إحنا قدرنا نحافظ تقريباً على ضخ مليار دولار كانوا هيضيعوا مننا ويضيعوا على البلد بسبب سوء تفاهم بسيط بين الوزارة وبين رجل الأعمال عمر هداية، وكله بخصوص الضرائب النهائية. دي حاجات بقت في الماضي يا دكتورة ولا إيه يا عمر بيه؟ أنا متحمس لتكملة المشروع ونعوض الأيام اللي ضاعت. وأنا مضيت لك كافة الأوراق المطلوبة، وبالتوفيق إن شاء الله. ألف مبروك. وعلى فكرة دكتورة صفي ناس، حضرتك عملتي بنت مهمة قوي عند السيد رئيس الوزراء، وإن شاء الله خير. شكرا. مبروك يا معالي الوزيرة، ولا لسه ما بقتش رسمي معاليكي؟ خش جوه. انت بتعمل ايه هنا؟ عشان ابقى في انتظار سيادتك لازم اهنيكي اول واحد، رغم اني اخر واحد عارف.